خطوه الخلفه يا ويزو ما كانتش في وقت انت كنت خايفه فيه انك بداتي تنجحي وبداتي تحققي نجاح، فالحمل والولاده وكذا وكذا ممكن ياخرك يعني، خصوصا ان اكيد ما كانش الحمل أصلاً ستيبل بالظبط. فالحمل ده انا كنت سايباه على ربنا يعني، انا ما كنتش واخده اي قرارات خالص خالص. احنا بالعكس ده انا متجوزه اصلا عشان اعمل بيت واسره وعيال في الوقت في التوقيت ده يعني. انت ما كانش بالنسبه لك فارق لك التوقيت انك بداتي نجمك يعلى؟ بؤمن بحاجه ماشي، هي المسلمات اللي في حياتنا العاديه، هو ربنا كاتب ان انا في الوقت ده يحصل لي كذا وحصل، فهو ربنا كاتبه فخلاص تمام، ده مسلم بيه. لكن مش مخططه، مش مخططه للدنيا. على فكره بعد ما اتجوزت بسنتين فضلت في البيت اللي هو بقى ايه، انت ما طبيعي اي ست بتتجوز مركزه في بيتها، مركزه في جوزها، بيستموا بعضيهم. اول سنه جواز معروفه عند اي حد الثانويه العامه، انا بالنسبه لي مسميها سنه الثانويه العامه، اللي هو بنبدا نشوف في بعض حاجات ما شفناهاش قبل كده. ايوه اكتشاف بقى ايا كانت طالت فتره خطوبه قد ايه، لا الجواز ده حاجه ثانيه خالص. قاعدين في وش بعض طول اليوم يعني، وتشوفينا منكوش بقى ومعمص والحاجه لطيفه. انا كنت اتخيل ان انا اخلص مسرح مثلا واجري على البيت اطبخ او طبعا اعمل اكل يعني. فتاني سنه حملت، بس فهي الفكره كلها ان احنا ما كنتش حاطه في دماغنا ان احمل اساسا بقى. بس لما لقيت بقى انك حامل يا ربي، اما الحمد لله ده من عند ربنا والله فعلا بقى. بس تعبت في الحمله قوي 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 يعني، مش قادره. انا كنت حامل ومن الناس مش عارفه ان انا حامل، ولان كنت حامل من هنا من مش مش من عند الناس اللي انا هنا. انا حامل في الرئه يعني، في الرئه جوه. اه لا يعني كنت قاعد بالليل كده اقعد اخبط له شويه، تعالى انت فين، زيح نفسك كده بس اخد نفسي عشان فكنت تعبانه. الموضوع صعب، فاللي هو انا نفسي اخاوي اسماعيل طبعا جدا، ولكن لا لازم الدنيا تبقى اهدى من كده، لان بجد مش هتحتاجي انك تنزلي وزنك شويه عشان تحملي. لا ما هي بس ارجع لوزني الطبيعي حتى اللي انا كنت بعمله في مسرح مصر اللي انا كنت بعرف ارقص بيه وبتاع مش عارفه ايه، لان فعلا بعد الجواز كل حاجه بتتغير، هي المناعه بتتغير، شكل جسمي بيتغير، كل حاجه. فانا بالنسبه لي عايز ارجع بس الوزن، هو ابتدي احمل عادي ما فيش مشكله. اسماعيل غير فيكي ايه؟ اول حاجه بفكر في ان انا اخس عشانه هو، انا شايفاه قدام مين هيخدمه، ما انا اللي بخدمه يعني، ايا كان في ناني في بتاع، بس انت حابه تعملي له كل حاجه بايدك. لا ما ينفعش، اصل هي ما ينفعش تطبخ له، ما ينفعش تعمل له اكل، وانا اللي بعمل، او امي يعني، امي امي دي بالنسبه لي بص يعني ربنا يخليها يا رب. دي السلسله دي ما امي واسماعيل، فهم وشريك طبعا، بس لا الاثنين كده جزء لا يتجزأ يعني، انت من بطنها وهو من بطنك، في تسلسل بالظبط. انا فجاه اللي خلاني اعيط كده ان على نفسي ان انا شايل الواد وبطلع بيه على السلم، مش عارفه اطلع على السلم. انا مش عارفه اطلع على السلم، فايه في ايه، انا بعمل في نفسي كده، ايه التخلف اللي انا فيه ده، هو انا رايحه فين بعد كده؟ وبعدين مش ده وزني يعني، ال 170 ده لا مش وزني يعني، انا كده دلوقتي لا انا نازله في وزن كتير كتير. انا 170 ده كنت بمشي قسما بالله جريندايزر ماشي، مش بعرف انزل، مش بعرف اطلع، مش بعرف اعمل حاجه، لا سبت نفسي فضايقت. فابتديت بقى ان انا ايه، لا اهتم بصحتي بتاع مش عارفه ايه، لما بروح اعمل شوبينج لا رقم واحد اسماعيل طبعا، هو كل حاجه. لما باجي اسافر اللي بيصبرني ان انا بروح اجيب لعب من كل حته عشان افرح اسماعيل، لكن لازم عياط معروف، بعيط 3 مرات في اليوم اول يوم سفر، ده معروفه بالنسبه لي. ربنا يخليه لك يا رب، ما يبعدكيش عنه.